كان فيك يا سادة راجل طيب منك لزمان مؤمن وعبد المولى في السر والإعلان آوي عنده زوجة كريم في الحي يا إخوان سنين طويلة عاشوه للغربة مشتاقين للخلفة مشتاقين ولما صبروا عطاه رب السماء ولدين تنزيق خلي فيك الفكرة كده كله في رواق الكل وروح شخصية كمان المسجد قالهم رشيد الأول بقى يبقى فرحانين واسمى برضو التانية زاد الفرح فرحين قالكم رشيد الأول بقى يبقى فرحانين وراضي كان التاني والفرحة بقت اتنين والفرحة بقت اتنين والفرحة بقت اتنين اسمع أخويا الشيخ غران أخويا الشيخ غران علي منصور أقول لك النبي أنت حلو وعليك فل وزدنا انسجام حاضر اسمه شيخ ران وانا حسافر ايران واخد ايران صحبه وانا حسافر ايران واخد ايران صحبه يعرفني على ناس كانوا من زمان صحبه والورد والفل عملوا في حينا صحبة ومدام مدحنا النبي احنا هنا صحبة لازم نزور الحبيب المصطفى صحبة راجل والست بتاعته في الحي طيبين ومن طيبتهم بقى يقولوا يا رب يا من تجيب السائلين نفسنا نخلي المال ده هيبقى لنا حد لنا قريب ولا حبيب واحنا ناس جينا البلد دي بياعين متجولين يعني انا كنت يا ربي بايع متجول صغير على قد حالي فربنا اكرمني في البلد دي وبقيت تاجر كبير لكن لا ليا ابن ولا ليا بنت عايز افرح زي الناس اقيم الفرح في بيتي والناس تيجي واجامل الناس والناس تجاملني الدنيا يا ربي ولد فربنا اكرمه وعطاله ولدين وبنت الاولاني كان اسمه رشيد والتاني كان اسمه راضي والبنت كان اسمها زي اسم البيت اللي كانت في القصه التانيه اسماء برضه معلش توارد خواطر مش مهم من بعد طول صبرهم المولى غناهم بعد اشتياقكم على الأولاد عطاهم حمدوا إله السماء أثنوا يا سادة عليه نالوا الغنى والرضا والخير في دنياكم الحمد لله ربنا أكرمنا هو والعيال كبرت يا ولية هنعمل ايه وانا بالصراحة بقيت راجل كبارة وكنت مشغول بالتجارة عاوز اتفرغ انا وانت لعبادة الله ما هو رشيد بقى عنده 30 سنة يا شيخ فتح الله قالها فعلا يعني انا خايف منه جيتوا خايف منه ليه وشاب زينة الشباب وطيب هو يا شيخ فتح الله الاقي المال بيغري يا ولية خايف اديله المال يغريق المال يبتعد عن رضانا ورضا الله قالت ما تخافش نوصيه وصوه وقالوا الرضا منا حيبقى لك لو نرضى عنك
لا الدنيا تصفالك والصور 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 يا الرضا منا حيبالك لو نرضى عنك تلاقي الدنيا تحلالك في طاعتنا تجد المحبة من جموع الناس وخالق الناس حيصلح كل أحوالك. تجد المحبة من جموع الناس وخالي الناس هيصلح كل أفعالك لما صار الملفيد أصبح من الأشرار ونسى أبوه ونسى أمه ولا عنده استعبار ده لما صار الملفيد أصبح من الأشرار ونسى أبوه ونسى أمه ولا عنده استعبار ماله يبيع الخمرة واللهو ليل ونهار ماله يبيع الخمرة واللهو ليل ونهار أمه وأبوك بيعودك ده ما كان عشمنا فيك ليه يا ابني خنت ودادنك وضع املنا فيك ما في
لما بقى المال في ايد رشيد اصبح من الاشرار ونسى ابوه ونسى امه. يطلع بقى الولد بقى ايه يجيبه مليان والمالية بقت كلها تحت ايه واصبح الاب والام واخواته القصر تحت رحمته. نسى ابوه ونسى امه ولا عنده استعبار مال يضيع على الخمرة واللهو ليل ونهار. هم وابوه بيقولوا ما كان عشمنا فيه يا خاين العار يا بيقولوا له ايه يقولوا له يا خاين العقد يا ناسي ابوك وامك ونسيت ابوك في الكبر وقسيت على امك لك يا ابني تنسى ودادكم بعد ما ربوك يا ما حامك في الصغر من كل سوء وراوك وجنة الخلد ببغى في رضا قالوك شلة بقى بيدعوه شلة الأنس لو زعلان قال لا لا الفل مالك يا رشيد الله الله مالك يا أنس زعلان ليه مش عادتك مالك راح بالعجل أصحابه قال علي قالوا أخوه وقال لهم يا أصحابي مفيش كلام تقولوه رشيد قتل اخوك تتغنى بالمال وتبقى سعيد قتل اخوك تتغنى بالمال وتبقى سعيد الليلة اعمل حيلة وخش بيها عليه غدوم ويالو فيك شورة لكن كلامها مفيد بشرط تعمل بيها الليلة دي يا رشيد بالمال وتبقى سعيد اقتل اخوك تتسنى بالمال وتبقى سعيد الليلة اعمل حيلة وخش بيها عليك الليلة تعمل حيلة وتخش بيها عليك روح له صلح الليلة وانكر شوية بيه روح له صلح الليلة وانكر شوية بيه وساعتها لما يآمن خليه يمشي معاك وخده في حتة بعيدة 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 واحنا حنمشي وراك او احنا حنمشي وراك العلي قالوا أخوه وقال لهم يا أصحابي مفيش كلام تقولوه أخويا جاي جدلني شوفوا الحكاية يا هو ردوا وقالوا فيك شورة لكن كلامك مفيد بشرط تعمل بيها الليلة دي يا رشيد روح له وصلح الليلة وانكر شوية بيها روح له وصلح الليلة وانكر شوية بيها وساعتها لما يقامل خليك يمشي معاك وخدوه في حتة بعيدة وخدوه في حتة بعيدة
واحنا هنمشي وهك. وقال لهم يا اصحابي مفيش كلام تقولوا. اخويا دلوقتي اصبح بيقول لي يا جاحد القلب يا ناسي ابوك وامك ونسيت ابوك في الكبر واسيت على امك. وما دام اخويا الصغير بيقول لي كده يبقى في الامر شيء. يبقى في يوم من الايام هيحدد خطواتي. ولو حدد خطواتي يعني معناها انه هيبقى رقيب على النلده والمالده مش مالي لوحدي. انا بصرف عليكم من ثروه، الثروه دي اخويا له حق فيها واختي. وما دام اخويا وعالي يقطع المورد عنكم، دول شله الانس بقى اللي بيستفيدوا منه. قالوا لي نخلص عليه، اللي يقف في طريقك خلص عليه. واغنى من الحاضر لذاته يا اخي، يعيش باللذات كل مجازف. يعني عاوز تقول ايه؟ قال لهم، قالوا له نمحيه من الوجود، يعني نقتله، ده اخويا سلمونا بس مالكش دعوه. الليله تروح تصالحه وتمكر شويه بيه وتاخده كده واحده واحده، تدخرجه معاك حبه خطوه خطوه. واحنا يا سيدي الباقي علينا. وراح لاخوه قاضي، انا بتوطي الميكروفون حبه كمان عشان خاطر الصلاه. ايوه قاضي. نعم يا رشيد. مالك يا حبيبي؟ الله، تتغيرت خالص، ومن الليله هتغير خالص يا راضي يا اخوي. وانا ليا حد في الدنيا غيرك. اسمع يا راضي، انا لو اتوب يعني ربي يغفر الاوزار. فابتسم راضي وقال له ايه؟ قال له نعم يا اخي ربك رحم ستار، العبد يعصك وهو دائما غفار. سامحني إن كنت فيك غلطان، هروح وصالح أمي وأبويا وأختي كمان. أنتم حبايبي وأبي، غيركم ماليش خلان. لما المسر طلبيهم قال له رايح على فين 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 قال له رايح على فين قال له في حته
العيد امشي يا ضي العيد امشي يا ضي العيد امشي يا ضي العيد. قال له يا راضي سامحني ان كنت فيك غلطان، من النهارده هروح واصالح امي وابويا واختي كمان، انتم حبايبي واكلي غيركم ماليش خلان. قال له كده؟ قال له حاضر. ورجع له بعد شويه وبكل حيله نداه، قال له تعالى معايا. على طول راضي مشى وياه، قال له عايزين نصفي الحساب اللي بينا وبين بعض، يلا بينا. وفجأة ندخ على أربعة حضروا في غمضة عيني، الغدر على وشهم باين وصاد العين. ندخ على أربعة حضروا في غمضة عيني، الغدر على وشهم صاغر أمام العين أمام العين. راضي شعور بالخبر سالت دموع العين سالت دموع العين. وقال يا ربي ماليش غيرك سند ومعين، واللي سبق في الكتاب لازم تشوف العين. رشيد يا اخوي اجدي اجي، الناس اللي جايين علينا دول دلوقتي حتارة. الله تسخط فيها كده ليه؟ برضه دلوقتي هتعرف. الله راضي رشيد السلام على عيدك، تعملت معايا كده ليه؟ اهو حضرته اهو حضرته اهو. ده بقى اللي بيشاركني في كل حاجه. قالوا لي بقى حياته انتهت الليله، قال لهم طيب اتركوني اصلي ركعتين لله عشان اقابل على ربنا وانا على طخ. ونظر الى السماء يشكو الى الله يقول ايه؟ بالقلب حبيت لكن الاكل باعوني، وفي يوم ما خبيت ولين يا رب ظلم. لكن الأكل ظلموني 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 ظلموني، وفي قلبي خبيت وفي قلبي خبيت، وبرضو الأكل ظلموني ظلموني، زيد البكا طفي نار الشوق عيوني.
دموع بتجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري يا ما مثلك وكان كل مرة تمحي نظرة من أماني فيك وصبري كلمة كلمة لما راح وكان هو أدى صلاته واستغفر الرحمن كان هو أدى صلاته واستغفر الرحمن ونظر بسرعة لاهم الخمسة راحوا في نوم نظر بسرعة راهم الخمسة راحوا في نوم نادى ويال سبحانك يا ناصر المظلوم يا ناصر المظلوم يا ناصر المظلوم كان هو أدى صلاته واستغفر الرحمن ونظر بسرعة راهم الخمسة راحوا في نوم نادى وقال سبحانك يا ناصر المظلوم نادى وقال سبحانك يا ناصر المظلوم نادى وقال سبحانك يا ناصر المظلوم في الصحراء ماشي بيجري خايف من الأشرار عن الطريق كان تايه ولا عنده استهدار عن الطريق كان تايه عن الطريق كان تايه عقله صبح محتار إلا ولمحت عينه ناس في الجبل ماشيين نادى خدوني معاكم أنا غريب مسكين خدوه صار وياهم وسط الجبل أيام خدوه صار وياهم وسط الجبل أيام خدوه صار وياهم وسط الجبل أيام أدى صلاته وبيبص لقى الجماعة ايه ربنا ألقى عليكم النوم فنادى وقال سبحانك يا ناصر المظلوم طلع يجري في قلب الجبل خايف من اخواته لقى جماعة جماله ماشيين يقولوا يا سايق الجمال ثاني الطريق يا رجال يا اقترب منهم وراح يتوسل إليهم أن يأخذوه معهم وفعلا خدوه الناس معهم وكانوا الناس دول لهم مدة كبيرة ما عادوش لبلدهم وإذا بيكم لما يوصلوا للبلد ينسوا راضي ينسوه خالص كل واحد راح على بيته وافتكر يروح لمين وإذا بمسجد مفتوح زي مسجد سيدي سالم ده مفتوح طنشوه كلهم نشوف كلهم وإذا بيه
يقول يا ربي أغلقت الأبواب أمامي لكن بيتك مفتوح للسائلين. دخل وصلى المغرب والعشاء وجاء انزوى في ركن من المسجد كده. لما اقترب موعد الفجر قال يا ربي يعني تكرمني في بيتك ولا تحكش، ما أمشي ليه؟ أنادي على الصلاة. في طلعة الفجر، شوف الرضا بقى، شوف رضا الأم والأب. في طلعة الفجر أذن في الطرب وحنين أكل المدينة صحم عالصوت يا لومين، ده بلبل الحي صحانا بأحلى رنين، ده بلبل الحي صحانا بأحلى رنين. اتلمت الناس في المسجد على صوته، أرى آيات من كتاب الله على صوته، والكل جايبين بيتميلوا على صوته. أخذوا أمير البلد لما سمع صوته من حسن صوته، وصل بقى مقرئ السلاطين. الفجر أذن في الطرب وحنين أكل المدينة صح مع الصوت وألومي، ده بلبل الحي صحانا بأحلى رنين. اتلمت الناس في المسجد على صوته، أرى آيات من كتاب الله على صوته، والكل كايمين بيتميلوا على صوته، والكل جايين بيتميلوا على صوته. أخدوا أمير البلد لما سمع صوته من حسن صوته، وصل بقى مقرئ السلاطين. خيام حاضر. وحقول لكم في عمر وارفع انا الخيام واردد اللحن في رزانة كده، يا سلام
خفيفاً في السحر سمعت صوتاً هاتفاً في السحر نادى من الغيب وفاة البشر سمعت صوتاً هاتفاً في السحر سمعت صوتاً هاتفاً في السحر نادى من الغيب وفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب له كاس المنى هب له كاس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القضاء لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بهات العين قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاته لا تشغل البال بماضي الزمان لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بيات العين قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان وصل بقى مقري السلطين وينشغل وبعد ثلاث اربع سنين هنعود للرشيد عمل ايه غاضب والديه عمل ايه فرغ المال منه كله حتى خشب الدار باعه اما كان فيه يا ابني كله كتسة واختفت ما فضلش معاه حاجة فبص لاخته وقال لها يلا بينا وتنو اخد اخته على سوق الجواري والعبيد
بغى. في الوقت اللي راح ياخد اخته يبيعها كان حضر راضي ومعاه المال الكتير اللي اكتسبه بالحلال وبرضاء الله وبرضاء الناس وببركة رضا امه وابوه علي. سأل فين امي؟ الله وصل الى الدار وجد امه وابوه الاتنين ضايع نظرهم من الاحزان ودمع العين بيقولوا يا رب راضي ابننا راح فين؟ ده الصبر جوه الدوا والجنة للصابرين. ابوي امي انتوا عملتوا كده ليه؟ فين البيت؟ قالوا باعوا رشيد. قال يخسرت اسم رشيد في رشيد. لو كان رشيد كان عرف طريق النور فين. واختي راحت فين؟ قال له خدجة على سوق الجواري والعبيد. نخايفين يبيعها للناس. قال لهم ما تخافوش انا جيت في الوقت المناسب. بركة رضاكو جابتني في الوقت المناسب. ودخل لقى المزاد على اختي. كل ما الناس يزودوا كل ما يزود هو بالمئة دينار. وقف السوق عليه قال يرضيك يا اخ في الجارية دي كام؟ 600. قال لكن الجارية دي انت بعتيها ليه؟ دي جوهرك سمينة يا ترى شاريها من مين؟ عايزين نعرف اصل الجارية دي ايه يا اخ. قالوا دي تقرب لك فيها شبك مني. على كل حال من الله حليم ستار. خد اركبي يا جاري على الجوال. انت ليه عندك رجاء يا فارس ومتلسم بقى؟ تخليني امر على بيت امي وابوي انظر لهم النظرة الاخيرة. فلما وصلت هنا بصلت للدار كده وقالت ايه؟ معلش يما ده اصل البعد مش بيدي ونقلت اصبر كمان الصبر مش بيدي ده الامر لله له بيدك وانا بيدي. هلا غدا الصبر اخره فرج واللي صبر حينون. الصبر اخره فرج واللي صبر حينون. من بعد صبر كمان حل الرضا على طول على طول. هعيش معاك في غنى وحب وصفا على طول على طول على طول. قالت له ما يتغناش قلبي الا بين امي وابوي.
شاهيك وعليا بيك عليك وكلامهم يبقى عليك وانت الداري وعليك وصعمل الليلة دي وابعد فروسك صحيح قم يلي شاغلني بيك جربنا معلش يما مش بيه ونقولت اصبر اصبر كما الصبر مش بيدي ده الامر لله مش بيدي ولا بيدي لا انا اخوك راضي اخوك راضي راضي ابتسمت الاخت والاب وصاحبنا التاني جاي بيعد المبلغ بيعد المبلغ اللي قبضه فبقول لهم الله اجده اجي اللي جابك هنا ده الفارس هنا يا ساحتين يشاور عقله ورد البيعه لا احنا بنناقش بنقول له لا البيعه مش هتترد يا سيدي انت بعت لكن ربنا اشترى انت بعت اكلك وبعت مبدأك وبعت ضميرك وربنا اشترى وانا بعت في سبيل أمي وأختي نفسي فربنا كرمني ألم تعلم أن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله أكبر لما طلب بقى عندك يا مولاي حق صلى على رسول الله الناس اللي قاعدة دي خلاصة الناس السميعة في البلد وصارين معاك الصبح الساعة 6 الصباح إن شاء الله يعني الساعة 6 اللي دي على تمام كده ولا إيه وحد حضرة النبي يا شيخ بكى رشيد قال له بتبكي ليه يا رشيد قال له ببكي لأني دلوقتي بس عرفت كنت أخذك عشان أقتلك ربنا نجاك والشيطان أغراني حتى بعت أختي وانت اللي اشتريت يا راضي فعلا قال له انا ما اشتريتش ربنا اللي اشترى اشترى اختي منك علشان اختي ربنا راضي عليها وانا ربنا راضي عليا وانت بك مني غضب ابوك وامك كانوا قدامك عموا عينيك عن الحقيقة فذكر شيء وقال ظلمت نفسي وأغران الشيطان يا ناس عماني عن كل شيء أغراني والله يا ناس لحد ما مشيت وخالفت الإله يا ناس ضع كل مالي وضع قدري ما بين الناس راجع إليك يا كريم راجع إليك يا كريم اغفر يا رب الناس يا من القلب يا طاغة يا طاغة مدحناك فزاد شوقنا يا من القلب يا طاغة يا طاغة إننا قد مدحناك فزاد شوقنا سبحنا في ضياء ساطع وسبحنا في ضياء ساطع تجري الفرحة فيه حولنا وطربنا من مديحك يا هدى قد هدانا فبلغنا
وحدي يا بشفي. من غير معلم من غير معلم يرسيني كتير قبل مني طبوا وتاهم فيه. واللي على البر متغيل ويمشي فيه. يا ما انا خدام يا بيه الله يكرمك. واصل الطرب ده نغم واصل النغمي انا نغوان دي سيكا وبياتي وحجازي ياما والكردي ويا العجب اثر النوايا انا يبقى النوا ده اثر يبقى الطرب ياما وجركة وجركة ويا حجازي الكار والسيكة عملوا الغناء وحدهم في الحي مزيكا. عملوا غناء وحدهم في الحي مزيكا. قالوا الغ وقالوا يبقى الفرح وقالوا يبقى الفرح جودك يا بيه جودك. وقالوا يبقى الفرح ده فرح فزايا ناس. حجاز وكركرد وبركبك كم تطربنا نغام ماذا أقول وما تصوغ مشاعري ماذا عسى أن تكتب الأقلام. يا حبيب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينكم صدق الله العظيم الفاتحة. زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الليلة من فضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وفرقته الموسيقية رشيد. تليفون 277 شارع عبد السلام عارف. وتصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.